وصلنا لمحطتنا الأخيرة سمر اليوم، وموضوع عن جد كتير مهم وكتير متداول. يعني نحن بمجتمعاتنا، المجتمع الشرقي خلينا نقول بشكل عام والسوري بشكل خاص، بيقولوا كل وقت الوحدة بدها تجيب أولاد كل ما كان وزنه زايد كل ما بتنبسط أكثر، بتفكر أنه زيادة الوزن فهي بحس بشعور الطمأنينة، ولكن بدق ناقوس الخطر بفترات معينة وقت يوصل الطفل لمرحلة من البدانة. يعني هون الأهل بيبيطلوا يقدروا يسيطروا، بيضلوا يزيدوا وزنه للطفل لحتى يوصل لمرحلة هن صار بدهم اياه يرجع يستعيد وزنه او يصير وزنه طبيعي ومثالي، بيقوموا بيفقدوا السيطرة وما عاد يقدروا. هلا رح نحكي عن كل هدول الموضوع وعن مفاهيم التغذية الخاطئة للطفل من ولادته وحتى يمكن مراهقته، كل هالاساسيات رح نحكي عنها مع اخصائية التغذية مدام فرح الزيات. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبداية مثل ما حكيت سالي، في عنا نحن بمجتمعنا مشكلة، يعني من وقت ما يجي البيبي على حياتنا لازم دائما مثلا نشربه كمية كثير كبيرة من الحليب، لازم طعمي كتير فواكه. اذا ما شفنا الطفل وهو صغير من البيبيات مثل ما قالت سالي معجج، نحن بنقول فيه شيء، هذا البيبي فيه شيء، لازم نحن نسمنه اكثر واكثر، نغذيه مشان وشه يتدور ويصير منور. يعني هي هي معروفه كثير. خلينا نحكي عن سبب سوء التغذيه عنا بمجتمعنا، شو السبب؟ اول شيء صباح الخير. هلا بالنسبه للاطفال، انه الولد يعني بيكون بياخذ حليب بالفترات الاولى على عمر من 4 ل6 شهور بندخل له اكل. الولد مو كل ما بكي بنعطيه حليب. بعد عمر تقريبا 3 شهور بنصير كل 3 ساعات ببرونة حليب، مو كل ما بكي فهو جوعان، ممكن يكون مثلا بده مي بده شيء، فمو انه كل الوقت ببرون ببرون بيضلوا بياخذوا. بعدين لما نبلش بعمر السنة الولد فورا بصيروا بيعطوه البسكويت الأكلات الطيبة هيك، ما بيصير هذا الشيء. لازم نعود الطفل من هو وصغير على أكل الفواكه، على أكل الخضرة، ونبلش له بالخضرة قبل الفواكه. نعم، لأنه الفواكه هي حلوة، متى ما صار الولد يأكل تعود على طعمة الأكل الحلو ما بيعود بيتقبل الخضروات، فمفضل أنه يبلشوا له بالأكل الخضار نوع نوع، مثلا بطاطا، وما يحطوا له ما ينحط ملح. هذا اهم شيء، انه الولد هو صغير ما تعودوه على طعمه الملح. بعد فتره مثلا بندخل الفواكه هيك، يعني لحتى انه يكبر الاولاد، وما نعودهم على اكل السكر. اهم شيء نطعميهم تمر. بعد عمر السنه ممكن ندخل العسل، لانه قبل ممكن يكون في تحسس. بعدين الاولاد لما يكبروا بقى ببلشوا فاست فود، البطاطا المقلية، البرجر، الأكل بالسوق، هذا كله يعطوا غلط. الواحد يعتمد على أكل البيت، شو مطبوخ بالبيت، حتى ما نكتر النشويات، يعني مو كل يوم عشاء باستا، الرز، الساندويش. بالعكس نعودهم انه هن ياكلوا اكل صحي، يعني الطبخه الموجوده وما تكون مطبوخه بدسم كثير. والولد نعطيه كميه، اول شيء اذا الولد لقيناه كثير عم ياكل فمنصير منقسم له الوجبه تبعه، مثلا نعطيه صحن صغير طلب كمان منكمل له الوجبه، مو من اول صحن نحط له صحن كبير وبده يخلصه، لانه بيخلصه بده ياكل واحد ثاني، فمنقسم له، بنعرف انه هو الولد بده ياكل صحنين، نعطيه اول صحن صغير وبعده بنرجع بنعطيه انه كماله الوجبه. طلب كمان حاج بعد نص ساعه بنشوف اذا جوعانين بناكل، اما مو والله قد ما بدك كل قد ما بدك ساوي اللي بدك اياه. تغذى حبيبي تغذى. صح. يعني عن جد ذكرتيني بشغله امبارح، حاطه رفيقتي صحن لبنتها وبدك تاكليه كله، هي تبع بدك تاكليه كله، ان شاء الله بيبقى الولد مصارين. خلص قلنا الولد انا شبعت، ما نجبره انه لا بدك تكمل صحنك. اي بالاجبار نحن بهالعمليه عم نكبر له معدته للولد، ليش؟ خلص الولد شبع، ما يعني خلص ما بنقعد بقى بنعطيه كمان، بس عليه نغذيه، يعني هذا شيء كثير مهم. كل ما جاع مثلا خذ بسكويت،
خود شوكولا. هلا البيبيات الصغار ما يحطوا لهم تاتين احسن من ما يعودون على الببرونه؟ يعني اذا هو مثلا صار عم يبكي خلص حطوا له تاتين ساعه ساعتين وبعدين وبعدين خلص بيتعود. وفي هلا للاولاد للبيبيات في شغلات مثل تحطي بقلبها فواكه، تحطي بقلبها فواكه، هيك بيكون هو عم ياكل شيء صحي. صح. وما بيكون نحن عم نعطيه انه طول الوقت بسكويت. يعني في صحي فيها طبعا. تمام. حكيتي مدام صايره نقطه كثير مهمه، هي تقسيم الوجبات للطفل. يمكن حتى الانسان الكبير بيقسم وجباته ليكون استقلابه عالي. تمام. او يقدر يحافظ على وزن مثالي. ايضا الطفل بحاجه ايضا لتقسيم وجبات، يعني مو مثل ما في كثير اهل انت ما جاع الولد تعاكل. هلا ممكن يخلوه من خلال الوجبات المقسمه انه هو ما يجوع، قدام هم يقسموا لوجباته. هلا الاولاد بعمر المدرسه، هو هذا اكثر عمر الاولاد بتحسيهم انه هن بلشوا يسمنوا. بعمر المدرسه الولد قبل ما يروح على المدرسه ياكل تمره او كاسه حليب موزه هيك قبل ما يروح على المدرسه. بالمدرسه اجباري بده يجوع، يعني الولد نحن ما فينا نعمل له دايت ونمنع عنه الاكل. حتى لو كان عنده زياده وزن فبنعطيه سندويشه واحده ونعطيه فواكه على المدرسه، مو ضروري انه هن يروحوا يشتروا هنيك. هلا كل المدارس صار فيها انه بيشتروا سندويش البرجر، سندويش الجاز، هيك النجتس، هيك شيء. فلا، انه هي سندويشه البيت بتكون لبنه، زعتر كثير مهم الزعتر مشان الكل، يعني فيه سمسم، هذا شيء مفيد. وما مو ضروري ياكل كل الوقت بالمدرسه يضل عم ياكل. ياخذ سناك اللي هو يا ياخذوا مكسرات، مكسرات غنيه بالدهون الجيده وبتشبع، بتعطي شعور بالشبع، وكمان هي مفيده للتركيز. يعني الولد لما نعطيه كمية كبيرة من السكر بصير عنده نقص تركيز بدراسته. صح. وحتى الولاد اللي عندهم فرط نشاط و يعني كتير هيك حركين وما بيدرسوا نقص تركيز، فهاد نحن بننصحهم انه نحن يوقفوا لهم سكر. صحيح. تمام. السكر كتير كتير مضر للولاد بهذا العمر. 100%. نبدل لهم السكر بشي تاني، يا يعني نعطيهم تمر، يا يعني نساوي لهم الحلو، يعني القتويات كل الاولاد تشتهي الكب كيكس الكوكيز الهيك، نساوي لهم ياهم يا بالعسل يا بدبس التمر. تمام. هيك بنكون عم نعطيهم شيء صحي. هلا فيه كالوريز بس المهم الكالوريز بتكون اقل. تمام. هلا الاولاد اللي عمرهم 11 12 13 سنه ما بتقدري تعملي لهم دايت، ما بتقدري تتحكمي فيهم، كثير عم بيلاقوا الامهات عم بيواجهوا صعوبه حقيقيه بهذا الموضوع، كيف ممكن لهذا العمر تقدر تعمل لهم دايت مع انه وزنهم زايد؟ يعني مثلا هي بتعمل لهم نظام غذائي وهي بتعمل كل جهدها بس بنفس الوقت بيصيروا بياكلوا من وراء ظهرها، يعني ويعني شو ما بدهم بيقدروا بياكلوا. عرفتي هلا شو هي المشكله الحقيقيه؟ كيف ممكن نحن نعالجها؟ شو هو الغذاء الصحي السليم لهالاطفال؟ او اذا بدهم يعملوا دايت، كثير عم نسمع مثلا شاي للدايت، حبوب للدايت للاعمار الصغيره، كمان خلينا اعطينا رايك بهذا الموضوع. اول شيء الاولاد ما بينعطوا اي دواء مشان ينحفوا. تماما. هاد ولا حتى الكبار. انا ضد تماما الادويه تبع التنحيف، لانه اي حدا بياخذ دواء تنحيف بوقتها بينحف، بس لما يوقف الدواء بصير بيزيد الدبل وما بيعود بينزل وزنه، بصير عندهم ثبات وزن. كثير مهمه، يعني كثير مهمه. يعني في كثير عالم بيقولوا لي انه نحن اخذنا هذا الدواء ونزلنا عليه كثير بس بعدين ما عاد نزل وزننا لانه صار في ثبات وزن، تعود الجسم انه على هدول الادويه. كل شيء طبيعي هو الصحي. نعم. الاولاد بنصير بنقسم لهم وجباتهم، بنعطيهم الصبح وجبه صغيره، الظهر الاكل الموجود، نكتر اكل الخضروات. تمام. البروكلي مثلا، الفطر، الجزر، الكوسه، يكون هذا اكل البيت. مو مثلا ما عاملين اكل، ما في اكل. طب الخيار هل بنحف؟ لازم يفوت بالنظام الغذائي؟ عندنا مثلا الكمون والليمون، عندنا القرفه والزنجبيل للاطفال الصغار، عم بحكي عمر 12 13 سنه. هلا ما في شيء بنحف. تمام. ما في شيء بنحف، ما في شيء انه نحن اخذنا هذا الشيء وهو نحفنا.
هلا الشاي الاخضر طالع نسكافيه جديد. نسكافيه بنحف الكبار وبنحف الصغار، عرفتي؟ بقول لك بعدين. بنحف الكبار وبالصغار، ويعني وهذا شيء كثير عام، يعني كثير عم ينحفوا الصغار عليه وحتى الكبار، يعني هذا كمان شو تاثيره وطعمته هو مثل النسكافيه بالضبط. النسكافيه هلا انا ما بفضلهم هدول. تمام. يعني مثلا بيقولي لك شاي الاخضر انه هو بنحف، هو مو هو اللي بنحف، يعني مو اذا اكلنا وجبه واكلنا بعدها شربنا شاي اخضر فنحن حننحف، لا، هو الشاي الاخضر بيزيد استقلاب الجسم. تماما. فيه الكافيين، ماده الكافيين هي ممكن انه تزيد الاستقلاب بس على فتره طويله، مو اكلنا وجبه فورا هي رح تنحرق بعد ما نحن نشربها. تماما. ونفضل انه العشاء يكون بفتره قبل النوم بساعتين ثلاث ساعات. لا بجوز الاولاد ما حيلحقوا يتعشوا قبل ثلاث ساعات يعني قبل ما يناموا، بس اقل شيء يكون في ساعه وتكون وجبه العشاء هي خفيفه. جبنه. ايه يعني مثلا نبدل لهم بدال الخبز نعطيهم كراكرز الرايس كيك، هذا بيجي جلوتين فري، الكالوري تبعه اقل. هلا في كثير اولاد بيجوا انه نحن اولادنا ما بياكلوا كثير بس ما بينحفوا. هلا ممكن يكون عندهم مشاكل يا هرمونية يا أما مشاكل بالغدة، فهذا لازم نحن مثلا يتابعوا دكتور إنه يفحص الغدة يشوف فيه شيء أو لا، أو ممكن يكون عامل وراثي. نعم. بس إذا ما في الولد ولا شيء فهو سوء تغذية وهو نمط غذائي خاطئ. نعم. يمكن فتينا بمعلومات كثيرة مدام فرح، بدنا نصائح هلا منك لكل الأمهات يلي ما بيطبخوا وما لهم خلق يطبخوا. في كثير على فكرة ما بيطبخوا، يعني هي ما أنا عيب أو شيء بس ما لهم خلق، بس أنا عم أسأل سلبا على أولادهم، يعني ما عندهم وقت يطبخوا، يعني ما فينا نلوم أي أم. ممكن تكون عاملة، ممكن تكون بس قد ما كان إنه تقدر توازن، يعني مو كرمالها هي، كرمال أولادها. كرمال أولادها. أول شيء الطبخ بالبيت أهم شيء. ثاني شيء انه لازم الاولاد يتحركوا يلعبوا رياضه، بهذا الوقت بتلاقي الاولاد طول الوقت قاعدين على الموبايلات اكس بوكس تي في طول الوقت، ما حدا بيقول لهم قوموا اطلعوا العبوا رياضه، يعني لازم نحن نملي وقت الولد بشيء مفيد، لما يلاقي حاله انه هو ما عنده شيء فهو بده يقعد طول الوقت على الموبايل. صح. تبعه بهي الحاله قاعد عم ياكل وما عم يتحرك، حتى التليفونه وما عم يتحرك، بس عم بياكل وما عم يتحرك. هذا الوقت نحن من زمان كان كل الوقت الاولاد عم يلعبوا رياضه عم يتحركوا، هلا ما حدا عم يتحرك، فمشان هيك صار في زياده وزن اكثر. ويحاولوا الاهل انه ما يجيبوا الاكل الشوكولا والهيك يكون موجود بكميات كبيره بالبيت. تمام. يعني لما الولد يلاقي قدامه انه هو كل شيء مفتوح ما حدا عم بيقول له ما تاكل ما بيصير، هون بتصير المشكلة انه بصير في زيادة وزن. نعم. فمنوقف ما منجيب هدول الشغلات على البيت، بيكون في اكل صحي، انه انا بدي كوب كيكس بدي كوكيز اي شيء اللي نحن عاملينه بالبيت عطيناه. نعم. لأولادنا. صحيح صحيح. اكيد. بس بالختام، الديتوكس مفيد للصغار ولا كمان ممنوع ياخذوه؟ لا معلش يعملوا الاولاد ديتوكس، هو يعني مي وليمون وشغلات، يعني عادي ممكن ينحفوا منه، هو هاد بيعمل تنظيف للجسم. طيب. بس هو طمع. ما بينحف. طيب. انه ينحف يعني ما في شيء عنا طلع بينحف الا الواحد يلتزم بنظام غذائي، يلتزم بنظام غذائي محسوب الكالوريز، يلعبوا رياضه، لانه عمر الاولاد بالفتره ال 11 ل 15 سنه هيك هو الولد ما بصير نعمل له نظام غذائي. وبالختام بيقولوا هلا فتره النمو بده يسمن بعدين بده يطول، هي كمان كثير بنسمع. شكرا لمعلوماتك. شكرا لوجودك معنا، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه وبنحكي على كثير مواضيع ثانيه. شكرا لك. يعني فرح فتينا بمواضيع عن جد مهمه حتى لنا، يعني احنا احيانا بنمارس عادات خاطئه، احيانا ما بنفطر الصبح، بنخلي حالنا هيك لاخر النهار لناكل وجبه وعم تتخربط معدتنا. تقسيم الوجبات للكبار والصغار كثير مهم دائما، ان شاء الله هيك الصحه ما بتفارق حدا. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. اهلا.